هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟ لا حرج، سواء ذبح في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل، تعشي من النبي صلى الله عليه وسلم كونه يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا أحب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات.